حياتهم لا يمكن الاستغناء عنه، حتى أصبح أكثر من مجرد غذاء. يتطلب صنعه مهارة عالية وآلات بسيطة معقدة، يصنع أغلبها محلياً. في تقاد في ريف حلب يحدثك عمال هذا الفرن عن المشاكل والمعوقات التي تواجههم بعد اندلاع الثورة، أهمها صعوبة تأمين المواد الأولية وارتفاع أسعارها، فضلاً عن ارتفاع أسعار الوقود مع انقطاع التيار الكهربائي. يضاف إلى ذلك انصراف الأفران الحكومية إلى تأمين حاجات جنود الأسد من الخبز في مناطق لم يكن لهم وجود فيها، مما زاد الضغط على الأفران الخاصة. أما عن استهداف الأفران بالقصف حيث يجتمع الناس فتلك قصة أخرى. يرتبط حينها طعم رغيف الخبز ورائحته بطعم الموت ورائحته، ليتناول أطفال سوريا أرغفة الدم والألم. هكذا كان في حلفايا بريف حما، فكانت جمعة خبز الدم. شبكة شام الإخبارية، حلب.